الأصحاح الرابع عشر. ودخل يوم السبت بيت أحد كبار الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وإذا أمامه رجل تورم جلده بالاستسقاء. فقال يسوع لعلماء الشريعة والفريسيين: أيحل الشفاء في السبت أم لا؟ فسكتوا. فأخذ يسوع الرجل بيده وشفاه وصرفه، ثم قال لهم: من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينشله منها في الحال؟ فما قدروا أن يجاوبوه. ولاحظ أن بعض المدعوين يختارون المقاعد الأولى، فقال هذا المثل: إذا دعاك أحد إلى وليمة عرس فلا تجلس في المقعد الأول، فلربما كان في المدعوين من هو أهم منك، فيجيء الذي دعاكما ويقول لك: أعطه مكانك، فتخجل وتقوم إلى آخر مقعد. ولكن إذا دعيت فاجلس في آخر مقعد، حتى إذا جاء صاحب الدعوة قال لك: قم إلى فوق يا صديقي، فيكبر قدرك في نظر جميع المدعوين، لأن من يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. وقال يسوع لصاحب الدعوة: إذا أقمت وليمة غداء أو عشاء فلا تدع إليها أصدقاءك ولا إخوانك ولا أقربائك ولا جيرانك الأغنياء، لئلا يبادلوك الدعوة فتنال المكافأة على عملك. بل إذا أقمت وليمة فادع الفقراء والمشوهين والعرج والعميان، وهنيئا لك إذا فعلت، لأنهم لا يقدرون أن يكافئوك، فتكافأ في قيامة الأبرار. فلما سمع أحد المدعوين هذا الكلام قال ليسوع: هنيئا لمن يجلس إلى المائدة في ملكوت الله. فأجابه: أقام رجل وليمة كبيرة ودعا إليها كثيرا من الناس، ثم أرسل خادمه ساعة الوليمة يقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء مهيأ. فاعتذروا كلهم. قال له الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب لأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 فدادين وأنا الآن ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت امرأة فلا أقدر أن أجيء. فرجع الخادم إلى سيده وأخبره بما جرى، فغضب رب البيت وقال لخادمه: اخرج مسرعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل الفقراء والمشوهين والعرج والعميان إلى هنا. فقال الخادم: جرى ما أمرت به يا سيدي، وبقيت مقاعد فارغة. فأجابه السيد: اخرج إلى الطرقات والدروب وألزم الناس بالدخول حتى يمتلئ بيتي. أقول لكم: لن يذوق عشاء أحد من أولئك المدعوين. وكانت جموع كبيرة ترافق يسوع، فالتفت وقال لهم: من جاء إلي وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، بل أكثر من حبه لنفسه، لا يقدر أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذا لي. فمن منكم إذا أراد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة ليرى هل يقدر أن يكمله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيستهزئ به الناظرون إليه كلهم ويقولون: هذا الرجل بدأ يبني وما قدر أن يكمل. وأي ملك يخرج إلى محاربة ملك آخر قبل أن يجلس ويشاور نفسه هل يقدر أن يواجه ب10,000 من يزحف إليه ب20,000؟ وإلا أرسل إليه وفدا ما دام بعيدا عنه يلتمس منه الصلح. وهكذا لا يقدر أحد منكم أن يكون تلميذا لي إلا إذا تخلى عن كل شيء له. الملح صالح، ولكن إذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح للتربة ولا للسماد، بل يرمى به خارج المكان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.